طيب والجو اللي بره ده ايه الحكايه يا لم؟ الجو اللي بره ده صعب قوي. انا حاسه ان احنا رجعنا فصل الشتاء تاني مع انه خلاص انتهى واحنا دلوقتي في الربيع، لكن ده العادي قوي في فصل الربيع، تباين شديد في درجات الحراره سواء الصبح او بالليل. تفاصيل معي هنعرفه بقى بالتفصيل. بصبح عليكم مشاهدينا، وخلونا نستعرض مع حضراتكم الجوله المروريه واللي هنبص فيها على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي لما الناس بدات تنزل. هنبدأ من الكورنيش وهنلاقي كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد. أما كوبري أكتوبر المتجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية بسيطة لحد غمرة. أما المكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان نشاهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام اللي قادم من الجيزة وواخد اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات تانية في الاتجاه العكسي، وده بسبب زيادة أحمال السيارات. نفس الموضوع في المتجه من ميدان التحرير ورايح لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، وزارة كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا للطريق الدائري. ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، وهنفضل كمان ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد هو كمان كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضة وهناك برضو بعض الكثافات. كورنيش النيل بدأت الكثافات تزيد عند المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد، والكثافات دي طبيعية دلوقتي بسبب زيادة أعداد السيارات. أما الكورنيش المتجه للمؤسسة في سيولة مرورية، وناخد بالنا ان كوبري 15 مايو بتظهر عليه كثافات اعلى منطقه الزمالك، وده بسبب اعمال توسعه الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد. هنروح دلوقتي لمحافظه الجيزه، وهنبدا من شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مروريه بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركه السيارات. كمان ظهرت كثافات تانية في شارع السودان ومكمله لحد جامعه القاهره وميدان النهضه وصولا لمناطق امبابه وبولاق، لكن المحور صفت فيه كثافات مروريه بتزيد في الاتجاه لجامعه القاهره. ولو رحنا لشارع فيصل بيشهد كثافات مروريه في الوقت الحالي بدءا من محطه المريوطيه ولحد الطلبيه. أما محور 26 يوليو في كثافات للي قادم من أكتوبر، أما الاتجاه الآخر ناخد بالنا فيه تحويلة مرورية من المحور لمحور المهندس شريف إسماعيل والعودة مرة تانية للمحور. دلوقتي هنروح لمحافظة الأليوبية القادم من الزراعي، بتظهر عليه كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي، وده بسبب الكثافات لكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد كمان الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق وتمنع ظهور أو توضح زحام مروري للمركبات. أما من المنطقة من منطقة الدلتا اللي هيستخدم طريق شبرا بنها الحر يستخدمه علشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع، ويفضل يمشي على محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد في شبرا الخيمة. هنكمل جولتنا المرورية، نروح لحد بورسعيد، وهناك هنلاقي سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية، زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة بتبتدي تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، ونروح على طريق طرح البحر بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي هو كمان فيه كثافات مرورية ومكملة لحد آخر الشارع. خلصت كده نشرتنا المرورية، ونستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وفي فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. كمان في نشاط للرياح على كافة أنحاء الجمهورية بيؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر والمتوسط. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 21 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 28 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 18 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.